الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، مضى من رمضان 8 أيام، لكن السؤال: هل استفدنا ممن مضى من رمضان أم لا؟ هل زكت النفوس؟ هل تصافت القلوب؟ هل أثر فينا الصيام؟ ماذا ربى فينا القرآن؟ رمضان فرصة للإقبال على الله عز وجل والتزود الدار الآخرة والتخفف من أمور الدنيا. رمضان فرصة لتطهير هذه القلوب من الأحقاد والشحناء والبغضاء والقطيعة. فإن لم نقبل على الله عز وجل في مثل هذه المواسم، متى سوف نقبل؟ الآن أبواب الجنان مفتحة، أبواب النيران مغلقة، أبواب النيران مغلقة، الشياطين مصفدة، عتقاء لله من النار، وذلك كل ليلة. ويزين الله جل وعلا جنته كل يوم ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ثم يصير إليك. للصائم دعوة مستجابة، الملائكة تستغفر للصائمين حتى يفطروا. أمامك ليلة خير من 1000 شهر. إن لم نقبل في مثل هذه المواسم، متى سوف نقبل؟ حتى يقف على رأس أحدنا ملك الموت ثم يقول: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أضرب لكم مثالا من الغبن الذي وقع فيه بعض الناس في هذا الزمان. لما كانت حدود مدينة الرياض صغيرة، كان هنالك أناس يشترون أراضي في أطراف المدينة. بعضهم قيل له: اشتر في آخر الملز حول مصنع البيبسي. قال: مجنون، أضيع فلوسي، أحط فلوسي في بر. تغيرت أحوال الناس، تسعت رقعة المدينة، أصبح التراب اليوم أغلى من الذهب. الذي اشترى في ذلك الوقت بعشرات الآلاف يبيع الآن بالملايين. الناس في ذهول. الذي بادر واغتنم الفرصة يقول: الحمد لله أنني بادرت. الذي لم يشتري يقول: لو علمت اشتريت. الذي اشترى وباع يقول: لو علمت ما فرطت في الأرض. هؤلاء لا تثريب عليهم، لم يكونوا يعلمون علم الغيب أن هذا سوف يحدث. لكن مشكلتنا نقرأ كتاب الله، مطلعين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متيقنين أن بقاؤنا في الدنيا يسير، وملك الموت لا يتأخر الإنسان عن تلك اللحظة، نسأل الله العافية. ثم يفرط كثير من الناس حتى يدركهم الغبن يوم القيامة. نقرأ في كتاب الله من الحسرات والندامات التي سوف تحدث، وتبدأ رحلة الندامة عندما يرى ملك الموت أحدهم يقول: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. في ذلك اليوم عندما يقومون من قبورهم يقولون: يا ويلتنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. في ذلك اليوم من يعض على كلتا يديه ليس أصابع على تفريطه، وندم ويندم ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. منهم من يقول: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعمل الآن قبل فوات الأوان، قبل أن يدرك الغبن في ذلك اليوم سماه جل وعلا يوم التغابن. قد يجد الإنسان ويجتهد ومنذ سنوات طوال، لكن ربما عمله لم يرفع إلى الله عز وجل. تعلمون لماذا؟ هذه العوالق التي في الصدور بين الجيران والأقارب والإخوان. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه تفتح أبواب الجنة السماء، تفتح أبواب الجنة كل يوم 2 وخميس، أو ترفع الأعمال إلى الله كل يوم 2 وخميس. فيغفر الله لكل مؤمن إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، خصومة، يقول الله: أنظر هذان حتى يصطلحا. صم وقم واختم وفطر واعمل أعمال، ربما عملك لم يرفع منذ سنوات. فبادر واستغل هذه الفرصة أخي الحبيب. لماذا نصوم؟ لماذا نقوم؟ لماذا نتصدق؟ لماذا نتضرع إلى الله؟ نريد العفو من الله، نريد أن الله يعفو عنا، ولا زال في قلوبنا شيء على جيراننا وإخواننا وقالبنا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ تعلمون في من نزلت؟ نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، لما قطع الصدقة عن مصطح رضي الله عنه وعفى عنه، الذي تكلم في حادثة الإفك، فغضب عليه أبو بكر وقطع الصدقة وأقسم ألا يتصدق عليه بعد اليوم. فأنزل الله قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم السعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لما سمع أبو بكر قال: بلى، أحب أن يغفر الله لي. فعفى عن ذلك المسكين وعاد الصدقة إليه وأقسم ألا يقطعها عنه أبدا. أنت محتاج إلى عفو الله، فبادر واستغل فرصة رمضان.
والله من المؤسف أنه يمر علينا العيد تلو العيد تلو العيد، قد تجد جيران أو أقارب أو إخوان لا يسلم بعضهم على بعض، تجد أبناء عمومة كبروا منذ زمن ولا يعرف بعضهم البعض، والسبب ربما حطام دنيا أو شجار أطفال تدخل فيه الكبار، أو خلاف بين النساء وقع فيه الرجال وامتد إلى سنوات طوال. عباد الله، نحن الآن نقرأ الكتاب القرآن في شهر القرآن، لماذا لا نتخلق بأخلاق القرآن؟ ماذا قال يوسف لإخوته لما التقى بهم بعد أن فعلوا به ما فعلوا؟ قال: لا تثريب عليكم، بل جعلها في العدو الأول للبشرية من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. بعض الناس لا زال حبيس لتلبيس الشيطان، نسأل الله العافية، أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريج بينهم. نعامل الشيطان بنقيض قصده، نسلم على من هجر، نصل من قطع، نحسن إلى من أساء، نعفو عن من ظلم، نستغل فرصة رمضان ترفع أعمالنا، يغفر الله لنا. بل يوسف عليه السلام دعا لإخوته وهم المخطئون، نسأل الله العافية. بعضهم يقول: أنا ما أخطأت، زوجة فعلت، أبناءهم الذين ابتدأوا. هنا يوسف لم يخطئ، وعلى وكذلك أبو بكر حاشاه لم يخطئ، إنما إحسان، مسكوا عن ذلك المسكين، ومع ذلك عاتبه الله من فوق سبع سماوات وذكره بالعفو والصفح. ختاماً أختي الكريمة، اعلمي أنك على خير وفي شهر خير وإلى خير بإذن الله عز وجل. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي مع أي أبواب الجنة شئت، فالزمي طاعة ربك ودينك أختي الكريمة، والزمي بيتك وطاعة زوجك. فجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه جنتك ونارك، وجاء عنه أيضا: لو أمرت أحدا لأن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فحقه عليك عظيم، فقومي بما أوجب الله عليك تجاه زوجك، فدورك اليوم في هذا الزمان عظيم وفي البيت أعظم في تربية الأبناء. لما جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: إن تركتم إليه ضاعوا، وإن ضممتم إلي جاعوا، بمعنى أن الرجل هو الذي يكدح في الأسواق ويؤمن كريم العيش لأهله وأسرته، والمرأة هي التي تربي، فالرجل لا يربي كما تربي المرأة. فالزمي طاعة زوجك وبيتك وربي أبنائك على كتاب الله، خاصة الفتيات في زمن انتشرت فيه وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع وبعض المخببات التي لا هم لهن إلا إفساد البيوت وتشتيت الأسر وتخبيب الزوجات، فاحذري أن تلتفتي إليهن أو تصغي إليهن، والزمي طاعة ربك وربي بناتك على الحشمة والعفاف، خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه بعض المتبرجات والمنهزمات أمام بيوت الموضة والأزياء، فاحذري أن تبيعي جنة عرضها السماوات والأرض والثمن ما تتقيأ بيوت الموضة والأزياء. فالله جل وعلا يصف الجنة عرضها السماوات والأرض، فقد تأتي بعض المفتونات يوم القيامة لا تجد لها ماط قدم في تلك الجنة، وتسحب إلى النار والثمن قطعة قماش. يقول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مملات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد مسيرة كذا وكذا. فاحذري أن تحرم الجنة، والسبب بيوت الموضة والأزياء. من قال أن الحجاب مدون؟ من قال أن الحجاب فتنة؟ من قال أن المرأة تبذل زينتها لكل الرجال؟ الله جل وعلا في آية واحدة في سورة النور يأمر المؤمنات ألا يبدين زينتهن مرتين، في المرة الثانية بيّن لها من الذين يجوز لهم أن ينظروا إلى هذه الزينة: بعولتهن، آبائهن، آباء بعولتهن، أبنائهن، أبناء بعولتهن، إخوانهن، بني إخوانهن، بني أخواتهن. من هم هؤلاء؟ محارمها تجدها في بيتها، تجدهم في بيتها، ليس كل الرجال، نسأل الله العافية. لذلك ختم الله جل وعلا بنفس المعنى، قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فأمرها ألا تبدي الزينة ولا تضرب بقدمها حتى لا يظهر صوت خلخال مخفي تحت اللباس فيسمعه الرجال، تلفت الأنظار، تتبعها الأبصار، ربما تحرك الغريزة عند مرضى القلوب وضعاف النفوس وتحدث الفتنة. والوجه أختي الكريمة هو أعظم زينة وأعظم جمال ومحط نظر الرجال، هو أولى بالستر عن الرجال الأجانب من قدم أو خلخال. لذلك قال جل وعلا في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الإدناء من أعلى إلى أسفل. تقول أم سلمة: لما نزلت آية الحجاب خرجنا نساء الأنصار وكأن على رؤوسهن الغربان،
من السواد الذي تسترنا به عن أنظار الرجال الأجانب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: أمر الله المؤمنات إذا خرجن لحاجتهن يسترن وجوهن عن الرجال ويبدين عينا واحدة. وقال محمد بن سيرين: سألت عبيد السلماني وتابعي ثقة عن هذه الآية، قال: فغطى وجهه بردائه وأبدى عينا واحدة. بل قالت عائشة أم المؤمنين في تربية لنساء الأمة وهن ذاهبات إلى الحج، تقول: إذا حاذون الركبان أي الرجال الأجانب سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، وإذا جاوزون كشفنا. فهذا هو الواجب على المرأة أن تفعله أمام الرجال الأجانب، تخفي زينتها ولا تبدي أعظم زينة وهو الوجه. نسأل الله العافية، ونحن والله مسؤولون عنهم أمام الله عز وجل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإن كان عمر رضي الله عنه مبشر بالجنة ومع ذلك يخاف أن يحاسب في دابة، روي عنه أنه قال: لو عثرت دابة في ضفاف دجلة لخشيت أن يسألني الله عنها يوم القيامة، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. إن كان عمر رضي الله عنه مبشر بالجنة ويخاف أن يحاسب في دابة، فما عساك أن تقول أنت يا من فرطت وضيعت في الأمانة التي بين أربع جدران بين يديك؟ اعلم أنك بين يد الجبار موقوف، وعن التفريط مسؤول، وعد للسؤال جوابا وعد للجواب صوابا. قالت إحدى النساء: ما من امرأة تفرط في عفتها وفضيلتها إلا وهي ضحية رجل قصر أو أهمل في واجبه. أختي الكريمة، في ختام هذه الموعظة النسوية أذكر لك نماذج من التقيات النقيات على عجل، لعلك تقتدي بهن وترتقي بحجابك ولباسك وتلتقي بهن في جنات النعيم. أولهن فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله على أبيها، لما سئلت ما خير للمرأة قالت: ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. شكت أمرا ذات يوم لأسماء: تعلمون ما الذي أحزن سيدة نساء الجنة؟ تقول لأسماء: إني أخشى أن يخرج جسمي من على النعش إن أنا مت للرجال. عاشت شريفة وماتت عفيفة، وتريد أن تحشر إلى ربها طاهرة نقية، لا تريد الرجال أن يروا حجم جسدها وعظامها وهي ميتة على النعش. أين ميتة الأحياء؟ من أرادت أن تخرج لبست ما هو فتنة لعباد الله، نسأل الله العافية. من التقيات النقيات أسماء رضي الله عنها، لما كبرت كف بصرها، جاءت يوم ابن لها بقطعة قماش رقيق من العراق فأهداه إياها، فأخذت هذا القماش وهي عمياء ففركته بيدها فقالت: أف أف ردوه علي. فشق ذلك عليه رضي الله عنه فقال: يا أمه إنه لا يشف. قالت: إن كان لا يشف فهو يصف، أي يتثنى على الجسد لرقته فيصف حجم عظامها. عمياء ردت لباس التبرج والسفور. صدق جل وعلا حين أن قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تذهب المبصرة للسوق، تذهب تشتري ما هو فتنة لعباد الله، نسأل الله العافية. آخر التقيات النقيات امرأة كانت تعيش في قطر إسلامي يقال له بلخ. في وقتها فرض الخليفة على أهل بلدتها جزية، فشق الأمر على كثير من الناس ليس لديهم ما يدفعون إلى الخليفة، فشكوا أمرهم إلى تلك المرأة الشريفة العفيفة وهي ثرية، فعمدت إلى فستان مرصع بالجواهر والأحجار الثمينة فدفعته فدية عن أهل بلدتها جميعا. فلما وصل الفستان إلى الخليفة سأل لمن هذا، أخبره خبره فقال: ردوه عليها، لا تكون امرأة أكرم منا، وأخبروها أننا عفونا عن أهل بلدتها جميعا إكراما لها. فلما عاد لها الفستان الغالي هل فرحت؟ لا والله، لديها شيء أغلى من زخارف الدنيا وزينتها الفانية، لديها رضا الله والجنة والدار الآخرة خير من الدنيا وما فيها. سألت ذلك الرسول: هل وقع بصر رجل ليس من محارمي على هذا الفستان؟ قال: نعم. قالت: خذه وبعه وتصدق بثمنه، لا ألبس فستان رآه رجل ليس من محارمي. أين بعض النساء عن هذا المعنى من الطهر والعفاف؟ إذا أرادت أن تخرج تصبغت وتلطخت وتهندمت وتعطرت وخرجت لفتنة عباد الله، ثم إذا عادت إلى المنزل عادت إلى ذاك القميص وذاك الشعر، ثم إذا أرادت أن تخرج تهندمت وخرجت للفتنة، أصبحت زينتها لمن؟ لكل الرجال إلا هذا الزوج الذي هو حق بهذه الزينة، وفي الغالب يدفع ولا يتمتع. أسأل الله العظيم أن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لعلنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا النية والذرية، اللهم أصلح الراعي والرعية،
اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اهد نساءنا وارزقهن الحجاب الشرعي واجعلهن تقيات نقيات من اهل الجنات يا رب العالمين. اللهم كما بلغتنا اول هذا الشهر بلغنا اخره، واعتق رقابنا والدينا من له حق علينا يا رب العالمين. اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا ووفق ولاة امرنا لما تحب وترضى، لما فيه صالح البلاد والعباد وخير الدنيا والاخره، وجميع حكام المسلمين لتحكيم كتابك وسنه نبيك محمد.